طفلة في هذا آخر شهر تكمل 3 سنين عندها مشكل في النخاع الشوكي. قالوا لي ديها للطبيب على برا، مشيت أنا برا مزدشعوت رجعت لهم. واش اللي نرجع لهم بنتي بين الموت والحياة واش اللي نرجع لهم؟ طفلة مريضة بليس هما مرضى في الحياة الاجتماعية تاعهم ساكنين في 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 بيدون فيل سي سي مالور عيب والله غير عيب. حنايا في 2021 تشوفي ناس كيما هادو عايشين هنايا. عاشت حالة عشتو كامل سيداتي ماشي غير انت حتى بنتي وانا بنتي وانا حالة ما نوصفهالكش كيفاش عيشتها مدة عامين في بطن امو ديجا كانت عندها في مضاعفات ديجا سمات بلي كانت سويفي عنده المرأة قال لها بلي الولد تاعك راهو يخرق بالسبينة بفيدا حبة في الفقر فقر فقر العمود الفقري وعنده كمية تاع الماء في راسه. جميلة أنا شفنا أنه الابن ديالو 8 سنوات لحد الآن ما زال يدير ليكوش لحد الآن يعني راهو فاقد ربما الحاسة يعني اللمس. ما تقلقش الشعب الجزائري في وقت التضامن يتضامن مع بعضه بعض ويعاونوك وإن شاء الله كي تلحق للدار تسيب ناس جابوا لك ليكوش ويجيبوا لك الأمور هذه ويدير العملية ونشوفوه إن شاء الله بخير. إحنا لما يجي لهنايا نوجهوا النداء إلى أي واحد يقدر 48 ولاية جزائريين داخل وخارج الوطن. يأتيكم هذا البرنامج في الأوقات التالية.